لكن قبل ما أحكي على الصحة راح أقول شغلات يعني بشكل سريع لبرج السرطان يعني بالأيام الجاية، لأني ما راح أرجع لإله وممكن أنسى وما نرجع نحكي فيها، لأني عم شوف في طاقات كثيرة عندي. فأول شيء لا تخبر الناس اللي حواليك كل شيء بيصير معك، لأنه الشيء هذا بيخلق لك مشاكل. في من كون اللي عنده زيارة طبيب، إسرافات مادية بخصوص الأطباء، كذلك في منكم اللي بيفكر في طلاق انفصال، فالورق بيقول لك إنه خد وقتك وحاول تسافر أو شغلة وترتاح وتعمل تأمل لتاخد القرار الصحيح بعد الراحة. طلعان كذلك طاقة أشخاص يعني ساكتين وتاركين كل شي وراهم. شايفة كذلك في شغلات يعني كأنه يعني عم تتكرر معاكم أو مع برج الأسد، يعني الشخص هذا كأنه متزوج، كأنه حاط عينه عليكم، كأني شايفاكم انتو تخليتوا عنه يعني بعد خيبة أمل. كذلك في رزقة وترقية جاياكم، في حدا من الماضي صراحة بده يرجع لكم، ممكن يكون زوج أو حبيب أو فصلته، هذا بشكل عام. والحين راح نحكي على الصحة. فيما يخص الصحة يا برج السرطان، السرطانيون والسرطانيات مرحبا بكم. أول شيء يعني صحيا يعني كأني عم شوف الإشكال موجود في أنكم ما بتعملوا توازن، فعم شوف كأنه الورق عم ينصحكم ورق طرو يعني أنكم تعملوا توازن بين حياتكم العملية والشخصية، وترك الوقت الكافي يعني لتناول الطعام وممارسة الرياضة، هيك شغلات. كذلك يعني إذا كنت يعني بتواجه مشاكل صحية، ممكن تشوفوا معي الورق، إذا كنت يعني بتواجه مشاكل صحية فالورق بيشجعك على النظر في جميع الخيارات للعلاج، يعني كأنه عم بيقول لك لفسر أكثر، ما تعتمد على علاج واحد. يعني إذا بتعتمد على علاج أطباء هيك بيقول لك روح على التقليدي شوي، ويعني وهذا لا يعني رفض العلاج الذي تتلقاه، يعني بل من خلال يعني إعادة التفكير في المشكلات الصحية والنظر في علاجها من كل الزوايا. كذلك تشير الورقة هذه يعني إلى تشجيعك إلى أنه مهما تكون المشكلات الصحية التي تواجهها، فأنت تحتاج لإتاحة الوقت للشفاء بدلا من الشعور يعني بالإحباط. كما يخبرك أن الطب التقليدي قد يكون أفضل لك يعني في الوضع هذا، وتغيير الروتين وممارسة الرياضة، تناول المكملات الفيتامينات لتعزيز النظام الحماية ورفع المناعة. فالتارو في المسألة الصحية هو عم يعطيك نصائح لمنكم في الوضع الصحي، إنه توازن ما بين حياتك العملية والشخصية، وتدحر المشاكل يعني المشاكل اللي ممكن تخليك قلق، لأنه بداية الأمراض بتيجي من القلق والتوتر، الحياة اللي أصبحت صعبة إلى غير ذلك. فالتارو بيحكي لك عن الشغلات هذه. الحين راح نشوف العمل. بصراحة العمل أنا شايفة شيء كتير حلو لبرج السرطان وأنا حبيته. برج السرطان في مجال العمل مبين عندي يعني شغلات حلوة. ففي مجال العمل أحبك تشوف الورق.
ففي يعني فيما يخص مجال العمل فالأمور طيبة، ففي منكم اللي جاية ترقية بالعمل راح ترفعك، سواء ستصبح مدير، رئيس مجلس إدارة، المهم راح تترقى، في ترقية جاياك بالطريق يا برج السرطان، ترقية لمقام أكبر، لأني شايفة يعني شايفاكم في احتفال عندك، في فرحة بالعمل يعني، وشايفة في عندك انتصار يا برج السرطان، وانت تستحق الشغلة هذه، في عندك انتصار على اعدائك، لكأنك اذا شفت هون الشخص هذا كأنه انتصر، وفي تحت رجليه حدا، يعني ممكن يكون الشخص هذا برج اسد او جدي هيك، بس في عندك انتصار على اعدائك بالعمل ان شاء الله تعالى. كذلك اللي بيدور على عمل هذا بيقول لك تارو هذا هو الوقت المناسب لتسعى، فمحتمل أن تجد العمل الذي كنت تطمح إليه والذي تستحقه، لأني شايفك يعني راح ترتاح من الناحية هذه. كذلك في منكم اللي جاياه رزقة بالطريق، رزقة حلوة، فإذا دخلت في مشروع أو يعني أو عملت صفقة، راهنت، فالأمور طيبة، لأني شايفة في احتفالات بالموضوع لإلك يا برج السرطان، يعني في ترقية، الشغلة هذه أنا متأكدة منها، في منكم اللي عنده ترقية جيته بالطريق أو ترقى هذه الأيام، يعني هذا فيما يخص العمل. الحين الأسرة، فيما يخص الأسرة يعني ما في شغلات يعني كثيرة، بس إني عم شوف في منكم اللي شايفاه عم بيحاول يسيطر على الوضع الحالي وعلى الوضع اللي حواليه، كأنه شايفاه في صراع وفي اشتياق لناس بعيدين يعني عن بعض، سواء أفراد العائلة أو شخص أنت بتعزه. كذلك في منكم اللي عنده تصالح، في منكم اللي عنده تصالح مع أفراد العائلة أو الأسرة، ولكن شايفة الشخص هذا يعني كأنه رغم أنه راح يكون في تصالح غير راضي، يعني زعلان، ولكن الشخص هذا ممشي الحال، يعني بيقول خلاص نعمل تصالح، بس هو من جواته مش مرتاح، ولكن ممشي الحال. وصراحة الوضع هذا انك ان الامور تصلحت هي راح تخدمك بالاخير، فالوضع راح يكون لصالحك من الناحية هذه يا برج السرطان، رغم يعني انك يعني حاسس انك غير راضي. كذلك شايفة منكم اللي طيوب كتير صراحة، كله حب، ولكني شايفة كأنه الطرف الآخر، أو سواء كانت العيلة أو كان شخص بتعزه، يعني كأنهم عم يتقاووا عليك وانت ممشي الحال، يعني كأنك انت عم تنزل للأمور تصير منيحة، وبعده الأطراف الأخرى عم تطلع، يعني كأنهم بيحسوك ضعيف، وانت مو ضعيف، انت بس بتحبهم كتير وبدك تنهي هالصراع أو هالشغلة اللي صايرة، وما بدك مشاكل، وعم تمشي الأمور. كذلك في منكم اللي مشتاق للوالدين، سواء كان هو مسافر يعني ومشتاق لإلهم، أو كانوا موجودين بالسماء، يعني شايفته كأنه عم يتذكرهم وزعلان شوي، يعني كأنهم كانوا الظهر تبعه، وكانوا يعني كأنه الشخص كان ظهرك، شي طبيعي. فأنتوا بالفترة الجاية راح يعني ستصبحون أكثر قوة، وراح تاخدوا زمام الأمور، وراح تقدروا تواجهوا، سواء كان الوضع يعني مع شخص أنت بتحبه أو أشخاص، لأنه طالع لك كارت القوة، كذلك 7 اوف بنتاكل، ف يعني احتمال تكون تركت يعني حب وكرست وقتك لشغلك أو مشروعك،
الذي ستجني ثماره قريبا. ففي عندك انتصار يا برج السرطان، لأني شايفة في منكم اللي الوضع كان عنده مكركب يعني من زمان، على طول الوضع مكركب، حتى إنهم ملوا وما بد يعني، كأنه الأمل بقى مو مستنيين شيء، بيقولوا نفس الشيء راح يتكرر، بس يعني أنت بتستحق يعني، لأنه في انتصار جاي لك بالطريق يا برج السرطان، وعلى طول يعني كأن أكيد في شغلات بتصير مع الناس وخيبات أمل، مثل شي حدا على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي، شخص هذا مثلا عم بيخون أو ما عم يزبط الموضوع. فمثل ما الأمور بتصير فترة بتكون سيئة، أكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان، وإن شاء الله تكون شمسك الفترة هذه، لأني شايفة في عندك انتصار يا برج السرطان. بس انتبه لي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملها وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان. أما ما هو عاطفي، صراحة في عندي طاقات كثيرة وأنا سحبت أوراق كثيرة، فرح أحاول أكون شاملة. الشي اللي راح ينطبق عليكم خذوه، لأني عم شوف طاقات كثيرة، في شغلات ما راح أتطرق لها لأنه راح ياخذ مني الموضوع وقت. فرح نبلش يا برج السرطان. شايفاك يا برج السرطان زعلان واخد جنب، عندك ورقتين للشغلة هذه. وكأنك قاعد مع حالك لأنك تعبت من الوضع، كأني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت، يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت، ولكن انت طلعت زعلان، او ممكن يكون شي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة، ولكني حاسة اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذه. فأنا شايفاك مختفي، أو قافل كل الطرق تواصل، كأنك عاطي ظهرك، يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذا، كأنك عاطي ظهرك لكل الشغلات، كأنك ما شايفه واخد موقف، لأني شايفاك تحملت كتير من الشخص هذا، وشايفاك مبتعد، ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغلة، بعدك بتراقب الشخص هذا، كأنك عم تخبي مشاعرك، لأني شايفة إنك أنت بعدك بتحب الشخص هذا، يعني في منكم اللي وأكتر اللي بيحبوا الشخص هذا كتير، وبعدك بتراقبه، كأنك مخبي مشاعرك أو خايف الشخص هذا يعرف إنك بعدك بتحبه وبتراقبه. لأنه الشخص هذا كان شي مهم بحياتك، لأني شايفة في شي صار بيناتكم، يعني شي صدمة تعرضت لها، شي شغلة، شي مشاكل صارت بيناتكم، سواء كانت خيانة أو انفصال، يعني سواء متزوجين أو متطلقين أو اللي كانوا مع بعضهم. ولكني الغريب انه شايفة الشخص هذا متمسك بيك، حقيقة هو شايفك الشخص المناسب ليه، كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن، يعني احتمال الشخص هذا ما كانش بيعاملك يعني مثل ما انت تستحق، او كان مندفع، لاني شايفاه مندفع، يعني في التفسير الشخص هذا شايفاه يعني مندفع كثير، كأنه الإنسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب، ولكني شايف الشخص هذا حقيقة مستعد، الشخص هذا مستعد يعمل شغلات أو يدخل المعركة مشان يرجعك، ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت، الشخص هذا بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت
ووصلتكم لحالة انفصال، سواء كنتم مرتبطين أو منفصلين أو متزوجين، أو سواء تركك أو اداك ظهره، أو كان يعني مهتم بحياته، أو راح تزوج أو ارتبط مع حدا، أو ما كان مقدر وجودك. ولكني شايفة الشخص هذا يعني كأنه مرتاح ناجح، وممكن يكون هو اللي انفصل عليك، ولكني شايفاه بيفكر فيك. يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت، أو انفصال، أو في تواصل روحي بيناتكم، فاحتمال يكون شي طرف ثالث فات على العلاقة، لأني شايفاه يعني متمسك يعني بشغلتين، ممكن تكون عمله وانت، ممكن يكون شخص تاني مثل ما انتو شايفين، ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم، او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم، او بيفكر يتزوجك بالإضافة للشخص اللي هو معه. صراحة طالع لي الشخص هذا عم بدور على طرق ليتواصل معك، طرق جديدة. يعني فسرت كثير الشغلات هذه. الشخص هذا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معك. هو يعني لا يريد أن يأتيك هكذا ويقول لك أريد، لا، هو بده كأنه ما بده يعتذر، يعني بده يجي هيك وتحكوا مع بعضكم، لا يقدم اعتذار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم، فكأنه عم بدور على طرق جديدة ليتواصل معك. لأني شايفة في منكم اللي بيعمل جذب حقيقة، في تواصل روحي عندي عالي، وانا حاسك يا برج السرطان كأنه منكم اللي حاسس انه في منكم اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر، في اللي بيفكروا هيك بسبب سحر اعمال، او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي حدا عم يعمل شغلات من وراكم. يعني ممكن يكون في طرف، يعني في منكم اللي بيعمل أعمال للشخص هذا حقيقة، في أعمال، وفي منكم اللي شايف إنه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر أعمال، بغض النظر شو عمل لك الشخص هذا، سواء كان تركك أو طلقك أو لقيته مع حدا تاني أو قلب عليك اختفى. ففي منكم اللي بيعمل جذب، وفي اللي بيعمل أعمال للحبيب. فالشخص هذا حقيقة هو شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب، هو بده يتواصل معك لأنه شايف إنك الحب. يعني واضح إنه الشخص هذا عارف قيمتك، ولكني أنا شايفاك قافل على الشخص هذا، قافل عليه وعاطي ظهرك وعامل حالك مش فارقة معك، كأنك يعني كأنك اختفيت عن الأنظار. يعني احتمال تكون تستنى الشخص هذا ياخد قرار بشي موضوع، او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط، او حتى يختار بينك وبين حدا، بينك وبين شي شغلة. لاني شايفة الشخص هذا يعني بيفكر، شو بيفكر؟ بيفكر في زواج. طلع لي ورقة الزواج. الشخص هذا يعني كأنه بده يرجع.